اخبار ناريه في الكوره المصريه يا برنس، ومعانا شويه اخبار ناريه يا برنس. ولكن في البدايه يا برنس ما تنساش اللايك بتاعك عشان مهم جدا، عشان عاوزين نوصل الفيديو ده لاكبر عدد من الناس يا برنس. ولو انت اول مره تشوفنا ابدا تابعنا، مش عايز تتابعنا ليه؟ قول لي، فهمني انت مش عاوز تتابعنا ليه، اتفضل تابعنا يا برنس. رضا عبد العال بيقول لك يا برنس طارق حامد اقل لعيب في تاريخ مصر. يا كابتن رضا، يا كابتن رضا، طارق حامد برضه لعيب كبير ولعيب محترم ولعيب قدم كتير لنادي الزمالك، ما ينفعش تقول اقل لعيب في تاريخ مصر، ما ينفعش كده يا كابتن رضا. علاء عزة بيقول لك يا برنس عمره ما الاهلي رمى الفوطه، ولما بيقع بيبقى ليه 1000 قومه. وانا معاك، وانا معاك، احذروا من الاهلي في الفتره اللي جايه بعد الصفقات الجديده الصراحه يعني. وطارق سايب بيقول لك لو الاهلي مر بنفس الظروف اللي مر بيها نادي الزمالك كان الاهلي قفل. معلش يا كابتن طارق، معلش، الاهلي بس تقيل عليك اليومين دول. ويقول لك كمان ايه مقوله الاهلي بمن حضر فين دلوقتي؟ ما هو من حقك، من حقك تصيت، ولكن احذروا من الاهلي. واسلام الشاطر يا برنس بيقول لك في لعيبه في الاهلي اصبح تيشيرت الاهلي وشعار النادي الاهلي تقيل عليها. وانا معاك يا كابتن، وانا معاك، في لعيبه في الاهلي ما ينفعش تلعب اساسا في الاهلي ولازم تمشي والتيشيرت بقى تقيل عليها قوي. وعبد الستار صبري يا برنس بيقول لك شيكابالا احرف لعيب في مصر، وانت يا كابتن عبد الستار برضه كنت حريف، ولكن انت بتطلع بشويه تصريحات الصراحه ما اقولكش بتموتنا من الضحك، ولكن شيكابالا لعيب كبير جدا ولعيب حريف. وبيراميدز يا برنس حدد سعر ابراهيم عادل، وبيقول لك اللي عاوز ابراهيم عادل ب5 مليون يورو. ليه يعني؟ ليه يعني؟ بيطير في الهواء بيطلع نار، ليه يعني؟ كل اللعيبه في الدوري المصري شبه بعض، ما تقنعنيش، ما ادفعش فيه غير 2 مليون بس. وميدو بيقول لي بن شرقي ما تمشيش يا بن شرقي غير لما تكون الهداف التاريخي لنادي الزمالك، واحنا راضيين انك تمشي، ولكن قبل ما تمشي تجيب 5 تجوان عشان تبقى الهداف التاريخي لنادي الزمالك. انا مش عارف ليه نجوم نادي الزمالك دلوقتي عمال يطلعوا يتحايلوا على بن شرقي، ليه يعني؟ الزمالك يقدر يعمل 100 واحد زي بن شرقي، كابتن طارق يحيى والميدو طالعين بيتحايلوا على بن شرقي، الزمالك يعمل 100 واحد زي بن شرقي. وبيراميدز يا برنس يجدد مفاوضاته مع كهربا، وكهربا مستني رد النادي الاهلي، وانا بتهيألي كده كهربا يمشي من الاهلي. وسيف زاهر بيقول يا برنس اداء اللاعب المصري عامل زي رسم القلب كده، حبه فوق وحبه تحت يا برنس، والاهلي عيبه مش في المدير الفني، عيبه في اللعيبه. وانا معاك والله يا كابتن سيف، انقذوا الاهلي من لعيبه الاهلي. ومشيل ياكون يا برنس بيقول لك الشناوي هيفضل الشناوي افضل حارس في افريقيا وافضل حارس في مصر، وانا معاك، ولكن هو لازم يفوق شويه. ومحمد شبانة بيقول لك بيراميدز هو العدو اللدود للنادي الاهلي في اخر سنين، وانا معاك، بيراميدز دول من ساعه ما خدوا اللعيبه بتاعتنا وادوهم فلوس زياده واحنا كارهينهم. سلام يا برنس.